وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم الشيخ عبد الرحمن بن دعيجة الخليفة، مدير إدارة الجوازات بوزارة الداخلية. نرحب بك في نشرة ثالثة. ما هو تقييمكم للرقم المسجل بإصدار أكثر من 50,000 جواز سفر إلكتروني خلال فترة زمنية قصيرة؟ السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. الرقم الذي تحقق خلال هذه الفترة القصيرة يعكس الجهد الكبير اللي قامت به الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كافة إداراتها في إنجاز المشروع اللي هو جواز السفر الإلكتروني. وهذا طبعا حظي بدعم من سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية، وإصرار ومتابعة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك على كافة مراحل تفاصيل المشروع. طبعا نفتخر بالدور الكبير اللي قام فيه فريق عمل جواز السفر الإلكتروني بمشاركة مختلف وزارات والقطاعات في المملكة، الذي كان له يعني استعداد من حيث تطبيق التقنية الحديثة المستخدمة اليوم في الطباعة. هذا التخطيط والتأهيل المسبق لتنفيذ المشروع أسهم بصورة مباشرة في تقديم مستوى عالي من الإنتاجية والكفاءة. وأخيرا يعني وعي مقدمي الطلب على الاشتراطات التي تم نشرها، وهذه الاشتراطات اللازمة بشأن الصورة وغيرها من المعلومات التفاصيل، ساعد في الإدارة في الوصول بصورة كبيرة في الرقم وفترة وجيزة على ذلك. نعم شيخ عبد الرحمن، يعني ما هي مميزات هذا الجواز وما هي رؤيتكم المستقبلية لإقبال المواطنين على الجواز الإلكتروني؟ شأن الرؤية المستقبلية، إدارة الجوازات دائما تحرص أن تكون في أتم استعداد لمواكبة هذا الإقبال من قبل المواطنين عند الحصول أو استبدال جواز السفر. دائما هي تطوير أنظمة العمل الداخلية بصورة مستمرة مع شركائنا الداخليين والخارجيين، وهذا بالتعاون مع المختصين مع زملائنا في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية، ذلك بهدف ضمان تغطية معظم المعاملات من خلال الخدمة الإلكترونية، تسهيلا على العملاء وتخفيف عليهم عن زيارة الفروع. كما أن الآن إحنا نعمل على إطلاق خدمة توصيل جواز السفر داخل مملكة البحرين أيضا من باب التسهيل على العميل، حتى يمكنه يعني تقديم المعاملة على الموقع الإلكتروني الرسمي وثم الوصول أو حصوله على الجواز من مكان مناسب له. كما أن أيضا جزء من الخطط المستقبلية اللي نشتغل عليها الآن هو تدشين مركز خدمات مميزة، والذي إن شاء الله سوف يضمن أو يتضمن خدمة سريعة لاستبدال الجواز، تكون بإذن الله في استلامه في ساعتين فقط. هذا إن شاء الله يعني جزء من الأعمال القريبة ومستقبلية نعمل فيها. أما بشأن المميزات للجواز الإلكتروني فهو يعني يمتاز صورة، يعني الشيء الرئيسي اللي فيه أن هناك شريحة مدمجة للجواز الإلكتروني تضمن السمات الحيوية لصاحب الجواز، وجوازنا الحمد لله يتميز بأكثر من سمة أمنية، وهذا يبعد يعني مميز بنوعه، يبعد عن التزوير وانتحال الشخصية من الغير. المقدم الشيخ عبد الرحمن بن دعيجة الخليفة، مدير إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا.